رئيس الحكومة ما يخليهوش يحكم، لأنه الأحزاب المشكلة للمشهد السياسي كل يوم تبدل. تعرف يا حبيب السيد على شنو نحن؟ على الرخامة. عليه؟ على الرخامة تنحن. إيش معنى؟ رخامة تحبيب ورقيبة في الأفنور. إيه. تعاركوا على الرخامة وقالوا نحيوا الحبيب السيد، مشى الحبيب السيد خاطر تعاركوا على الرخامة، على الرخامة بتاع الواحد شكون مشى قدها؟ شكون وزير التجارة؟ لا يلزمك ترجع للتاريخ يوتو، الحبيب السيد تنحى على الرخامة. هذه بلاد عايشين فيها. طيب انه رئيس حكومه يتنحى على خاطر الخامه.